خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة فاطمة أنور، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، واللي مشرفانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيكي معنا. صباح الخير يا فندم. أهلا بيكي. يعني حابين حضرتك تقول لنا يعني وتوضحي لنا ما يشتمل عليه المعرض أو معرض ديارنا من منتجات ومشغولات يدوية، طبعا بتميز المعرض ده عن غيره من الأسواق الأخرى. بالنسبة لمعرض ديارنا، طبعا تم افتتاحه يوم الخميس مع معالي الوزيرة دكتورة نيفين ومع سيادة المحافظ اللواء خالد شعيب، وبيضم تقريبا 500 عارض وعارضة من مختلف المحافظات. طبعا في منتجات طبعا حرفية ومنتجات يدوية ومنتجات بيئية من مختلف المحافظات، وزي شغل النحاس، زي شغل التطريز اليدوي. كمان بيشارك الاتحاد التعاوني معانا بالمنتجات الخشبية. كان في حاجات كويسة جدا طبعا من المنتجات الخشبية، زي الأنتريهات، الحاجات المصيفية اللي هي عبارة عن أعداد، زي أعداد وكراسي، ترابيزات، غرف نوم لفرش الشاليهات المصيفية. كان موجود تطريز يدوي برضو من مختلف المحافظات، عبارة عن العبايات، الشيلان. كان في حاجات حلوة جدا، في منتجات بيئية زي المربات، زي يعني سيوة كانت بتعرض السنة دي الملوخية اللي هي المشهورة، الملوخية السيوي، الكركديه، دي منتجات سيوية، الزيتون، عاملين مربات مختلفة، حاجات لو احنا سمعناها هنلاقيها غريبة جدا، يعني عاملين زي مربة البتنجان، مربة الكركديه، مربة الزيتون. طبعا احنا كنا متعودين من الحاجات ده، هي مثلا زي الزيتون وزي البتنجان، احنا متعودين الحاجات دي ممكن ناكلها زي فندم زي المخللات دي، المخللات. لكن دلوقتي سيوة بتبتدي تعملها كصنف حلو من المأكولات، فبتبتدي تعمل البتنجان مربى، بتبتدي تعمل الزيتون مربى، الكركديه ابتدت تعمله مربى. طيب فكان عظيم دي جدا. دي من المنتجات يا فندم اللي موجوده دلوقتي، كانت في المعرض. الرب اللي مشهور، يمكن مشهور بيه مطروح اكتر، اللي هو البلح، اللي هو بعسل البلح يعني فندم. كمان كان في موجود الزعتر. طيب جميل، كل المنتجات دي جميله جدا. ايه الجديد السنه دي يا فندم؟ يعني المعرض بقاله فتره موجود في الساحل الشمالي، كام سنه تقريبا؟ تقريبا 7 سنين. 7 سنين تقريبا موجود في الساحل الشمالي، على يعني على موجود من 7، بيبقى موجود دايما من تمام. يوليو اغسطس تقريبا موجود المعرض في مطروح عندنا نعوة. فبقى عندنا خبره كمان بالساحل الشمالي، وبقى عندنا خبره كمان بالسائح اللي موجود في هذه المنطقه، وبيبقى عايز ايه بالظبط من المعروضات والمتطلبات بتاعت السائح ذات نفسها. كان موجود برضو السنه دي برضو موجود حاجه جديده جدا وجميله جدا، ويمكن من ضمن الحاجات اللي اتحطت ان احنا قلنا يعني كان معالي الوزيره بتقول ان احنا هنبتدي نعمل لها تصدير للخارج، اللي هو الجلد الماعز، معمول منه سجاد كان شيك جدا وحلو جدا باشكال مختلفه وبديزاين مختلف جدا، طبعا اعجب بيه اكتر من الموجودين في المعرض، وده من ضمن الحاجات اللي بتشجع الشباب ان هو يدخل بقى في التصدير يا فندم، يعني حاجات نصدرها للدول الاوروبيه والغربيه. وكان حلو جدا، والديزاين بتاعه كان حلو جدا، والخامه بتاعته كانت حلوه جدا، الكواليتي بتاعه. في برضه شغل واضح من الصور اللي احنا شايفينها طبعا، يعني الاختلاف يمكن او التنوع، كمان التنوع الموجود. وبمناسبه التنوع، يعني حضرتك كنت بتقولي انه في 500 عارض موجودين في المعرض، فالنهارده هل هؤلاء العارضين موجودين كل سنه ولا بيتغيروا؟ ثابتين يعني ولا بيتغيروا؟ اقول لحضرتك ان العارضين موجودين وثابتين، وبيزيد عليهم كل سنه، كل ما بينجح المعرض كل ما بيتقدم اليه للعرض يعني مجموعه تانية او عارضين تانيين.
فبيزيدوا يعني هم في منهم ثابتين فبيزيد عليهم. في بالظبط يا فندم كده، في عارضين ثابتين من 7 سنين هم نفس العارضين معانا، وده بيدل على ان المعرض ناجح والناس بتتقدم ليه وبتبتدي تعرض فيه مره ثانيه ومره ثالثه من العارضين الشباب يعني. طيب هل في محفزات بنقدمها للعارضين؟ حافز لا هو يعني ما اعتقدش ازاي نشجع؟ لا هو احنا نشجع ان احنا لما بنلاقي المنتج اللي عامله العارض كويس جدا بنبتدي نفتح له اسواق للبيع. انت عارف حضرتك دلوقتي الاسواق داخل جمهوريه مصر العربيه طبعا لا تكفي، فهو دلوقتي احنا بنبتدي نفتح له اسواق في الخارج او بندله بيعمل زي دراسه جدوى كده يا فندم، وهل انت هتقدر تنفذ لي مثلا من القطعه ده هي اللي انا اللي اعجبت بيها مثلا هتقدر تنفذ لي في فتره معينه مثلا 500 او 1000 قطعه من الكلام ده؟ طبعا ده بيدي له حافز اكتر انه يشتغل اكتر. صحيح. لان احنا هناخد منك وهنصدر بره. فده بيدي له حافز انه يشتغل اكتر ويبتدي يصنع من المنتج ده اكتر عشان خاطر يبتدي دخله يزيد في نفس الوقت برضه يعني فندم. بالظبط. كان في اكسسوري برضه حلو جدا هاند ميد برضه كان حلو قوي قوي من الفضه ومن النحاس برضه ده كان شغل عالي جدا برضه. هل كان في طابع بدوي عليه؟ في اقبال جدا على الحاجات ده يا فندم. انت عارفه لا هل يعني اقصد الاكسسوارز دي عليها طابع مصري بدوي مثلا عليها؟ بالظبط يا فندم. فيها عليها الطابع المصري والطابع الفرعوني موجود. العقيق كمان كان موجود فيها حلو قوي. كان حاجات شيك جدا يعني موجوده داخل المعرض. دي من ضمن الحاجات الموجوده. شغل النحاس على الحاجات الكبيره بقى يا فندم يعني زي الحاجات الديكورات ذات نفسها كانت طيب موجوده في المعرض برضه. هل بتحطوا شروط معينه بيشترط توفرها على العارضين يا فندم، ولا يعني طالما مثلا العارض ده هو بينتج منتج بيعرض منتج هو عامله صناعه مصريه فده كفايه؟ يعني ايه الشروط اللي ممكن تتوافر في العارضين فبالتالي بيتم عرضها في معرض ديارنا؟ هو المعرض ديان او الحاجات اللي بتتعرض فيه طبعا اولا لازم تكون الشغل بتاعه متقن، الكواليتي بتاعتها تكون كويسه مناسبه للمكان اللي بيتعرض فيه. طبعا الشباب بتبقى اكتر شغلهم بيبقى هاند ميد يعني، لكن هو كشروط هو ده بس، لكن احنا بنفتح المجال للشباب كله انه يجي ويتقدم ويبتدي يشترك معنا في المعرض. لكن ما فيش شروط معينه. هو طبعا هو العارض بيتقدم بيبقى عايز بارتيشن او اثنين حسب مقدرته، لان هو طبعا ده بيكلف كتير جدا على العارض، فهو بياخد يعني حسب امكانياته وحسب نسبه مبيعاته كمان. يعني احنا شايفين دلوقتي قدامنا على الشاشه سواء المخللات اللي احنا شايفينها دلوقتي او المشغلات اليدويه او غيره كل دي حاجات متقنه، ودلوقتي شايفين كمان حاجات للبيت. الحاجات دي يمكن بتتعرض بره بارقام عاليه جدا وغاليه، يعني شايفين شغل مصري متقن جدا في معرض ديارنا. احنا طبعا بنحث كل المواطنين الموجودين في الساحل الشمالي ان هم يزوروا المعرض ويشتروا من الصناع المصريين والمنتجين المصريين، وده من الحاجات المهمة عشان نشجع بيها صناعة بلدنا. بنشكرك أستاذة فاطمة أنور مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، ألف شكر ليكي، بنتمنى لكم التوفيق فيما تبقى من أيام للمعرض.